أمين بالمزوقية نموذج للشباب المغاربة الذين رفعوا راية المملكة في سماء الابتكار والاختراع. ختام سنة 2023 كانت بطعم الإنجازات العظمى لهذا الشاب الذي تمكن من نيل لقب أفضل مخترع في إيطاليا. من مدينة القنيطرة بدأ أمين مسيرة التألق، حيث حصل هناك على الدكتوراه من جامعة بن طفيل في مجال علوم الحاسوب. تكوين أهله للتتويج بميدالية وشهادة تقدير في المسابقة المنظمة من قبل الفيدرالية الدولية لجمعيات المخترعين لاختراعه بوابة التعقيم للسيارات والأفراد بطريقة أوتوماتيكية في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا. ومن خصائص هذه البوابة أنه يمكن ربطها بنظام معلوماتي الذي تم تطويره آنذاك في المغرب ويسمى تطبيق الدليل الشامل كوفيد-19. هذا الاختراع الذي يقف خلفه أمين بالمزوقية ليس غريبا على هذا المخترع الشاب، فابن القنيطرة يعد من أبرز المخترعين المغاربة في مجال الذكاء الاصطناعي. أمين له صلة وثيقة بمنصات التتويج الدولية، إذ سبق وأن توج بالعديد من المسابقات ذات الصلة بجوائز مرموقة، أبرزها درع التميز وميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية عن 3 اختراعات مهمة، كما فاز بالجائزة الخاصة للجمعية العالمية والاختراعات والبراءة الفكرية التي يقع مقرها في تايوان. أمين بالمزوقية نموذج للشباب المغاربة الذين يشقون طريقهم في مجال الابتكار والاختراع، سلاحهم في ذلك العزيمة والجد والمثابرة، رافعين راية المملكة المغربية خفاقة في المحافل الدولية.